بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان قضية الحب في الله يترجم إلى يعني أبو يسر. قبل سنتين أو ثلاث في رمضان، وأظن كان يوم جمعة، أظن أنه كان يوم إيش جمعة، لكن بغض النظر في رمضان، وكان هنالك بعض المشايخ الذين عتبوا على الذين ناموا، وكان هذا أظني وقت العصر، كان وقت إيش؟ كان وقت العصر، يعني الناس تأتي من بلاد بعيدة، وتعرف في، وقد يكون قد أتى في رمضان منذ الفجر، من قبل الفجر. لا بوجود كلماتك. ممكن ساعة 2 الصبح بدو طلع من الناصرة، الله أعلم أي ساعة طلع من الخليل، الله يعلم. يعني الناس يطلع بدري، وجاء وصلى الفجر وصب كذا، ثم صلى الظهر، ثم أصابوا إيش؟ نعاس. حقيقة هناك عدد كبير جدا كان من الناس كان نائما، فكأنه انتهرهم. فأنا وقع في قلبي شيء، لما ننهر هؤلاء الناس الذين أصابهم إيش؟ النعاس، تعب. هذا شيء طبيعي جدا، الله يجزيهم الخير، ربنا يتقبل منهم. اللي جاءوا من بلادهم البعيدة وصلوا، ثم صلى ثم صلى، ولعله قرأ في مصحفه، ثم يعني ذكر الله عز وجل، أصابوا تعب. لما العتب على هؤلاء الناس؟ أقول هذا يعني لا نعلم حقيقة. مسألة ثانية، إنه علي يتوضأ، طبعا علي يتوضأ. نعم أنا معك موجودة هذه القضية، ننبه بإذن الله عز وجل. أنا كل قصدي إنه إيش؟ الناس الصح، يعني على كل. قال الإمام غزالي رحمه الله: وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في مواعيده وما يتوقع في الآخرة من نعيمه، وتارة لما سلف من أياديه وصنوف نعمته، كالدعوة التي ذكرها أبو الزين قبل قليل، الله يجزيه الخير، وتارة لذاته لا لأمر آخر، وهو أدق ضروب المحبة وأعلاها، وسيأتي تحقيقها في كتاب المحبة من ربع المنجيات ونجيات إن شاء الله تعالى. وكيفما اتفق حب الله فإذا قوي تعدى إلى كل متعلق به ضربا من التعلق، حتى يتعدى إلى ما هو في نفسه مؤلم مكروه. ولكن فرط الحب يضعف الإحساس بالألم، والفرح بفعل المحبوب وقصده إياه بالإلام يغمر إدراك الألم. وذلك الفرح بضربة من المحبوب أو قرصة فيها نوع معاتبة، فإن قوة المحبة تثير فرحا يغمر إدراك الألم فيه. وقد انتهت محبة الله تعالى بقوم إلى أن قالوا: لا نفرق بين البلاء والنعمة. قوم قالوا: لا نفرق، فإن الكل من الله، ولا نفرح إلا بما فيه رضا. حتى قال بعضهم: لا أريد أن أنال مغفرة الله بمعصية الله. وقال سمنون: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وسيأتي ذلك في كتاب المحبة، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة. والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو عمل، وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن أو تأدب بأدب الشرع. وما من مؤمن محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أخبر عن حال رجلين، أحدهما عالم عابد والآخر جاهل فاسق، إلا وجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد. المحب لله عز وجل يميل إلى المحبين لله عز وجل. وكيف يميل؟ وكيف يكون عالما عابدا
إلا إذا كان هنالك حب لله عز وجل. كيف لا تحب هؤلاء؟ وكيف تحب الفساق الفجار؟ كيف تحب إيه؟ الفساق؟ بل إذا سألنا بعض الناس شريحة صغار سن كبار سن، لو سألناهم عن من تعرف من الشخصيات المشهورة، من سيذكر؟ قالوا الممثلين والمغنيين لطالما أكثر من مرة أذكر أني قلت في هذا المجلس أنه حينما توفي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، من أكبر علماء الأحناف في القرن العشرين هذا الذي بلغنا، كان هناك خبر صغير جدا في جريدة القدس في صفحة داخلية، خبر صغير جدا أسطر قليلة، ولو قرأ بعض الناس أصلا ما عرفوا من الرجل. سلمى سلمت، صحيح، فقدان عالم العلماء ليس بالأمر الهين سبحان الله. قلنا في الصفحات الداخلية خبر صغير جدا، في نفس الوقت اللي ميسي ولا رونالدو بيحصل على صفحتين كاملات معصورة، ها تيجي على لعيبة الفوتبول، تيجي على مغني، تيجي على ايه، ما هذا يدل على توجه الثقافة العامة أين هي؟ ليس أحد الناس، لكن لابد من ميل إلى العالم العابد، ولابد من يعني حفاظ على مسافة من أهل الفسق الجاهل الفاسق، حتى لو لم يكن فاسقا، حتى لو لم يكن إيش فاسقا، جاهل إنسان إيش جاهل، ماذا بإمكانك أن تحصل من جاهل إلا أن يجهل عليك؟ إذا ظليت معي إيش سيجهل عليك كاحتمال، تحصل منه علما ما هو جاهل، تحصل منه أدبا ما هو جاهل، كيف سيحصل أدبا وهو جاهل؟ فاقد الشيء لا يعطي، تصاحب هبنقة أحمق العرب، ما هو له إيش، له سلالة ليست من دمه ولحمه، لكن لابد أن يكون في المجتمعات من هذه الشريحة ما فيها، ما لكما لهؤلاء، اربأ بنفسك عنهم. نعم، وهذا الميل حاصل وإن كنا غائبين عنه، بحيث يعلم أنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة، فذلك الميل هو حب الله، حب في الله ولله من غير حظ، فإنه إنما يحبه لأن الله يحبه ولأنه مرضي عند الله تعالى. يعني أنت تحسن الظن بفلان، لا نزكي الله أحدا، فلان من العباد، فلان من الزهاد، فلان لا يترك المسجد، وقد أذن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشهد بالإيمان للذي إيش يرتاد المساجد، وهنا صيام وهنا فعل خيرات، كيف لا تحب هؤلاء الناس؟ ومن المتحدث يرتاد المساجد من أشد الناس عداوة للمسلمين، جميل 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 جميل، ما هو ليس فقط ارتياد مساجد، ارتياد مساجد ويؤذي الناس، ماذا استفدنا؟ لا بيؤذيش الناس، بس بيؤذي المسلمين وبتعمد انه يؤذي المسلمين. ما احنا قلنا لهم طيب هو يؤذي الناس، نعم طيب كيف المسلمون من الناس؟ لا قصد عن العام الجمهور عام، يعني احنا نقول كالتالي، لا يمكن لأهل لا إله إلا الله أن يؤذوا الناس، خذها قاعدة، لا يمكن لأهل لا إله إلا الله أن يؤذوا الناس قولا واحدا. يعني هذول الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله ويؤذي الناس، الذي يقول طب ما احنا قرأنا بال، حينما يختلف اللسان عن القلب، اللسان يقول لا إله إلا الله، مثل ما قال إمام الغزالي رحمه الله، أنت تغسل الجوارح خلال وضوء ولا غسل، وتترك
تغسل الظاهر وتترك الجوارح مليئة بالآثام بالخطايا وإيش والآثام، والقلب مليء بالحقد والضغينة والحسد. شو استفدنا احنا منك تقول إيش؟ تقول بلسانك، تقول بلسانك لا إله إلا الله، والقلب لا يتمنى خيرا للناس، والقلب لا يتمنى خير الناس. وإن حصل بينك وبينه احتكاك أظهر من السموم التي لديه ما لا علمها إلا الله. طب شو تستفيدنا؟ المسلمون من سلم من لسانه ويده، أول شيء اللسان صحيح. تعقيل نفسك فذلك الميل هو الحب في الله ولله من غير حظ، فإنما يحبه لأن الله يحبه، ولأنه مرضي عند الله تعالى، ولأنه يحب الله تعالى، ولأنه مشغول بعبادة الله تعالى. إلا أنه إذا ضعف لم يظهر أثره، فلا يظهر له ثواب ولا أجر. فإذا قوي حمل على الموالاة والنصرة والذب بالنفس والمال واللسان، وتتفاوت الناس فيه بحسب التفاوت في حب الله تعالى. أين أنت من حقوق العباد؟ تقول وما أنا، وهل العباد عندي حقوق؟ نعم. أو ليست الزكاة حق من حقوق هؤلاء الناس الفقراء المساكين الأيتام الفقراء؟ لأن بعض الأيتام مالهم أغنياء، توفي والدهم ملياردير وترك لهم، بترعاه من ناحية اليتم بالإحسان فاقد، سبحان الله. يعني أحد في دعاية من الدعايات لرعاية أيتام، وقام رجل بتمشيط شعر فتاة صغيرة جدا، بنت صغيرة تفتقد حنية لدرجة إنه ما في حد إيش يمشطهم، أو فيش حد يمسح على رأس. شو معنى هذا؟ عمليا هو مسح على الرأس، وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسح رأس اليتيم، سبحان الله. أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة بإذن الله عز وجل. يتفاوت الدفاع عن الإسلام والمسلمين بالنفس والمال واللسان بحسب حبهم لله عز وجل. حبك قوي، بذلت. انظر إلى حب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حب قوي لا مش قوي، جاء بكل ماله، جاء بكل ماله رضي الله عنه، سبحان الله. اللسان تنافح كلمة خير، تنافح، تبين جمال ما عندك. كيف؟ حاولوا أن يؤذون بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤذون إلا أنفسهم، أول على آخر إيش؟ سبحان الله. رفع الله سبحانه وتعالى، رفع الذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان عندك شيء جميل قدمه، ولابد من الشيء الجميل، لكن عليك أن تعرف. أحب الحديث الذي مثلا فيه أن أعرابيا جاء يبحث عن أعرابي جاء يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه. من أجمل اللحظات في هذه في السيرة، يعني سيرة عطرة، لكن في لحظة معينة أنا بالنسبة لي وجدت كأنها مثل الحلوى، فاكهة مستوية زاكية طيبة. حينما قال أعرابي أيكم محمد؟ أنا بالنسبة لي عسل صلى الله عليه وسلم. أنا بالنسبة لي إيش؟ لبس حلقوب اللي بدك إياه، لأنه سأل أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لم يكن قد ميز نفسه عن أصحابه، لا لباس زيادة ولا كرسي زيادة ولا، جالس بين أصحابه وقال أيكم إيش؟ من منكم رسول
من منكم أيكم؟ سبحان الله. أو كما قال، المعنى أنه في جمال وجمال، أو حينما ركض، هي يكون لها لحظات محبة، ركض ذكر شيئا من تبر، كان بإمكانه أن يمشي شوي شوي. طب غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وين؟ ما هي والمسجد هيك يا عالم، يعني مثل المحراب والمنبر، شو يعني أصلا مكان يعني دل رأسه فتمشطه السيدة عائشة رضي الله عنها وهو معتكف، صحيح ولا لا أبو الزين؟ نعم. هذه غرفة السيدة عائشة. نعم. لا زي ما هي، بالمعنى وضافوا لها حمايات أظن فترة من فترات، حتى يمكن صبوا شوية إرصاص لأن بعض الناس حاول إنه لكن القصد هنا، انظر إلى هذه الشخصية، سبحان الله. نعم والله إن شاء الله. ما عندي ليس عندي الخبرة أن أقول هذا فعلا أهل الاختصاص يقولون كذا، فما عندي، لا أقول لا ولا أقول إيش. نعم إن شاء الله وكذلك. طيب، ولو كان الحب مقصورا على حظ ينال من المحبوب في الحال أو المآل لما تصور حب الموتى من العلماء والعباد، لما تصور حب الموتى، ليس لأنهم موتى، لكن هم أين هم؟ ألا تحب عالما من العلماء؟ نسأل سؤال، ألا تحب عالما من العلماء؟ أو تحب علماء؟ أو تحب العلماء؟ أني بدك من هنا أني أحلى واحدة العلماء. ليه؟ نعم، ألا تحب هؤلاء عن بعد؟ كتب كذا ووقف موقف كذا صحيح؟ هذا. والشباب اللي بدهم يتعدوا يقفزوا على هذا الميراث، على هذا الإرث، على هذا التراث، في شباب بده يقفز ويقول إيش؟ وقالوها هم رجال ونحن رجال. هذه ممكن نضبطها، قضية هم رجال ونحن رجال. هل لديك باع مثل هؤلاء الناس؟ اسمعوا جيدا، كنا في الجامعة الإسلامية في ماليزيا في كوالالمبور، وجاء بلغنا من العميد يوم قال هنالك مجموعة من النساء، العنوان تحت عنوان إيش؟ أخوات في الإسلام، هم بالإنجليزي قالوا سيسترز إن إسلام، والخيال ينطلق، بدهن يجتمعن مع بعض الأساتذة. إيه اللي حصل؟ إني دعيت، ذهبنا للقاعة التي فيها اللقاء بالأخوات في الإسلام، ولا واحدة لابسة مستور، جايات على كلية، فهمت علي؟ اسمها كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، هيك اسم الكلية، معارف الوحي. انظر، قسم لغة القرآن هو الاسم لقسم اللغة العربية، هيك اسمه قسم لغة القرآن. المهم ناس، أول شغلة هذا لباس غير مناسب، بعض الناس قد لا يكون، بعض النساء مش لابسة على رأسها مثلا، لكن لباسها إيش؟ الباقي مستور وكذا ومبحبح. أذكر واحدة تماما جايب الفانيلا وزي التيشيرت، بس واضح إنه فانيلا. اصبر علي، احنا بدك ال طيب، في لحظة من لحظات من أن نوصلها احنا قضية ايش؟ الجهل أو معرفة أو علم. في لحظة ما أتريتها هذه حركة نسوية، حركة ايش؟ يا سيدي، من ينادي بحق النساء في الإسلام على رأسي وعيني؟ سمعت اللي قلته أنا؟ من ينادي بحق النساء في الإسلام على رأسي وعيني؟ قالت أريد أن أفسر القرآن واحدة. طيب فسري، وانت أول واحدة بك تفسري، فسري. حدا ما عمرك شفته حدا حامل عصاي لامرأة
وقالها لا تفسري. بالأمس حصل شاركت في مؤتمر وكان هنالك دكتورة تدرس في شيكاغو من لهم جذور إسماعيلية من الفاطميين العبيديين هذول ما الإسماعيلية الخرمية الكرمية السبعين مليون اسم وكل واحد اختلافات بسيطة. العجيب أنها قالت محمد حتى قضية التفسير قالت شخص واحد مسموح له يفسر القرآن اللي هو إيش إمامهم فقط لا غير ويسمونه إيش القرآن المتحدث شيء من القبيل the speaking قرآن إنه هذا الشخص الإمام عندهم هو الوحيد. قال ونوابه كل سورة متحدثة. فتذكرت مدام شخص واحد تذكرت قال لي راهب يسوعي يسكن بيت لحم يمكن من 50 سنة أنا أعرفه من 40 سنة ونايف. قال لي الشيعة مثل الكاثوليك وكلمة شيعة مظلة فيها الاثنى عشرية وفيها الزيدية وفيها الإسماعيلية ومع التفريعات. قال لي الشيعة مثل الكاثوليك والسنة مثل البروتستانت. ماذا قصد؟ إنه عند السنة فيش شخص واحد يتحدث باسم الجميع، عند كل شخص يتحدث، واضح؟ فهنالك مصادرة لحق الناس في قراءة القرآن وتفسير القرآن، مثل ما كان يوم الأيام عندهم موجود باللاتيني والناس العامة لا بتعرفه ومحكر القضية على بعض الناس، لكن إذا تحدث البابا وذكرتها بالأمس إذا تحدث بصفته من كرسيه من فهو قول واحد لا يغير ولا يبدل عند الكنيسة الكاثوليكية. مش كل قول في سياق معين من الكرسي البابا يعني. فقولهم عن الإمام هذا أنه هو الوحيد الذي تحدث وفسر نفس الشيء، وإلا لكل مسلم. لكن شو اللي عليك؟ نرجع للصبية هاي بدها تفسر القرآن، شو اللي عليه؟ سألت سؤال واحد، هل تعرفين العربية؟ قال لا. هل تعرفين العربية؟ قال لا. كيف بدك تفسري؟ المترجم إلى اللغة الإنجليزية أو المالوية؟ للعلم كل ترجمة هي تفسير، هذا أول نقطة. كل ترجمة مالها في حد ذاتها تفسير، يعني بتعمل تفسير التفسير. وقالوا في بعض الثقافات الأخرى مثل كل مترجم سارق، يعني يسرق شيئا من المعنى، يعني يجد الكلمة 100% والنص 100%. ولذلك لا يوجد لدينا مصاحف باللغة الإنجليزية، يوجد ترجمات للمعاني بحسب اجتهاد المترجم. تعرف اللغة العربية؟ قال لا. الجواب واضح. إذا المشكلة ليست أنك إن أنثى أنك امرأة، المشكلة أنك لم تأخذي بالعلم ولا من أي باب من أبوابه بالمعنى الحقيقي. هذا العلم، كيف لا تعرف اللغة العربية وتريد أن تتحدث بإيش؟ أن الرؤية الإسلامية للإنسان والكون والحياة هي 1 2 3 وأنت لا تجيد ألف باء هذا العلم. ولو كان حب مقصور على حظ ينال من المحبوب في الحال أو المآل لما تصور حب الموتى من العلماء والعباد ومن الصحابة والتابعين بل من الأنبياء المنقرضين صلوات الله عليهم وسلامه. وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدين، ويتبين ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم في واحد منهم وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنهم، وكل ذلك حب لله لأنهم خواص عباد الله. ومن أحب ملكا أو شخصا جميلا أحب خواصه وخدمه وأحب من أحبه. لا يعقل أنه لا يوجد تفاعل بينك وبين النص،
لا يعقل لسبب أو لآخر. حينما يتحدث سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه وسيدنا نوح عليه السلام على السفينة وابنه بس حسب حاله انه ايش انه على هالجبل، يا بني اركب معنا، هذا على الجبل وهذا في السفينة، وبدأ المي شو يصير فيها ترتفع. أين أنت في هذه اللحظة؟ وكأني العبد الفقير أقف من خلف سيدنا نوح عليه السلام، أنظر من فوق كتف سيدنا نوح عليه السلام وهو يخاطب ابنه، وموقف حزين، موقف ماله حزين. والأصل فيها أن تحزن لكل ابن، يا بني يا بني من صلبي، يا بني الذي ليس من صلبي، أحزن إذا ابتعدت، أحزن إذا اعتقدت أنت أن البعد المادي ينجيك. الجبل المخابئ البروج المشيدة كلها لا تنفع، كلها لا تنفع، هذا قدر وهذا قدر، أفر من قدر الله إلى قدر الله، لكن علينا نقول إيش؟ لا إله إلا الله، ألجأ إلى الله، ففر إلى الله. ولا لما تسمع أنت قراءة أحد القراء اسمه إسلام صبحي، شاب صغير، اسمع على سورة لقمان وهو يتلوها، لم أسمع سبحان الله أحدا يدخل من المشارع، من المشاعر والحنية والاهتمام والأبوية مثل قراءة هذا الشاب الصغير حينما يقول يا بني. لقمان يخاطب ابنه، اي بس قضية تنظر الى الخطاب اللي فيه ايش؟ كل الحب اللي يمكن ان يكون عند اب ويريد لابنه ان ينجى باعتبارات الدنيا والآخرة. اخلاق، اين انت حينما يعبر سيدنا موسى عليه السلام يضرب بعصاه ايش البحر، اين انت؟ انا اتصور انه المسيرة من الغرب الى الشرق، قد اكون مخطئا، ما في عندي شيء يدل على انه ايش من الغرب الى الشرق، بل من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق وهو ماشي، معناته النهر بده يكون من الجنوب للشمال. إذا كان النيل مثلا، إذا كان قناة السويس، إذا كان البحر الأحمر، الله أعلم، لكن احتمال أنه أقل من بحر كبير، لأن سرعان ما انتهت القصة بسرعة. أقف أنا على الضفة الجنوبية، أقف على الضفة إيش الجنوبية، عمري ما شفت حالي واقف على الضفة الشمالية، ما في غلط، أنا بتحدث عن قضية أنه كن واعيا حينما تتفاعل من النص، أين تقف أنت؟ ماذا تحب من الفعل؟ ماذا تتمنى أن يكون غير ذلك؟ لكنه انتهى، لكنه إيش؟ انتهى. وللحديث تتم إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، نشكرك، أستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.